أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ما يفعل عند الملكة قبل الزواج، وهو ما يسمى بالشبكة، وهو عبارة عن طقم ذهب يعطيه الزوج زوجته من باب الهدية، ثم يقوم بإلباسها، فهل في هذا محظور؟ هذا إن كان يعتقد أن هذا سبب للمحبة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كان الشبكة يعتقد فيها أنها تسبب المحبة وأن تركها يسبب البغضة، هذا لا يجوز، هذا اعتقاد باطل. أما إذا كان لا يعتقد هذا فهذا من التقليد الأعمى الذي لا فائدة منه. فترك الشبكة على كل حال، ترك الشبكة وتلبيسها لا شك أن هذا هو الأحسن والواجب، والابتعاد عن ذلك، لأنها إما اعتقاد باطل وإما تشبه، فيجب تركها. وإذا أردت أنك تهدي لزوجك ذهب أو غيره بغير هذه الطريقة، تهديها لها بغير هذه الطريقة. نعم.